بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم مع جولة جديدة في الصيدلية. في حالة اليوم معنا كلوسبازمين فورت أكراس، وهو يستخدم في حالات متلازمة القولون العصبي والمشاكل المشابهة له، مثل تهيج القولون المزمن والتهاب القولون التقلصي والإمساك التقلصي والتهاب الغشاء المخاطي للقولون. ومن أعراض متلازمة القولون العصبي الإسهال أو الإمساك المستمر والشعور بالانتفاخ وخروج ريح وتقلص وألم بالمعدة. الجرعة قرص قبل الوجبة بعشرين دقيقة 3 مرات يوميا أو حسب إرشادات الطبيب. العبوة 20 قرص، سعر العبوة 24 جنيه. مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية.